أكارم حسد الأرض السماء بهم وقصرت كل مصر عن طرابلس. تحية لأهل طرابلس عبر الدكتور الشيخ علي سليمان، له أيضا عدد من المؤلفات حول الإمام الرضا وحول الإمام الصادق وحول الرؤية الحامية للعلويين إلى آخره. الآن نسمع إذن بالأول، أنا بقدم السيد نور الدين، الدكتور نور الدين، ليسمعكم هاتفا وقصيدة، ثم الدكتور علي سليمان رفيقه في جامعة الإبداع. لأنني عندما حدثت عم بحكي بالبيت، شرف الدكتور علي، عم نحكي إنه مين هذا نور الدين، نور الدين عيد، نور الدين يوسف، شو هذا الدكتور؟ قلت لك هذا عجيب وغريب، يعني إنه مقاوم محامي عن الوطن عبر جسده عبر أسرته، يقول لهم جميعا اوعى حدا يحمي راسه للمرض، لا تنحنوا لمرض، قاوموا. وهو في قصائده الأخيرة عندي هو مقاوم من طراز أول، ولذلك أصبح دكتور في الإبداع بمقاومة الأوجاع، وأخذ لقب الفارس. هذا أول مرة بعطيه لقب الفارس لأحد، أعطيت دكتوراهات إبداع لآخرين في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، بس أول واحد يعطى لقب الفارس، فارس المقاومة. وبكتاب خضر الجزيرة يوم المؤتمر إن شاء الله سيوزع لكل الحضور بإذن الله تعالى، لأنه بعد في طبعته الأخيرة ما تمت معنا. الآن نسمع السيد الدكتور نور الدين، دور نور الدين الآن. لله درك كم نصر الله وحداك نصرا من لدنه، وجاها كرست عمرك جل وهو أطاله، الله يطول أكثر، الله يسلمك، لتنال كل فضيلة أقصاها وتبين وحدة ما به أوحى إلى من آدم حتى المشفع طه، وتطابق التوراة والإنجيل ما قد صح، والقرآن حيث وحاها، وكذا الزبور وما أتى قبلا من الصحف الهدات أو الهدات، وما إليه تناها متبصرا برموزها وكنوزها، متدبرا ومذكرا فحواها. يا سلام يا سلام، يا أسعد بن الأحمد بن علي، من قمم المعساميات علاها، لا زلت عبد الحي، وهذا الاسم المحبب إليك دائما. أي والله، لا زلت عبد الحي مولا مرشدا لغة الجنان وأهلها، ونداها أتحفتني منها برائعة إلى أقصى المدى سيضوع نشر شذاها. إن شاء الله يا رب، إلى أقصى المدى من عيده. حياك الله، أتحفتني منها برائعة إلى أقصى المدى سيضوع نشر شذاها، ستظل نور الذائقين منارة تتوارث الأجيال ضوء هداها. يا سلام يا سلام، وعلى الزمان يشع نور حروفها، ويجدد الآمال وقع صداها، عصماء لم تقرن بها أو لم تقس، هيهات أخرى أو تساوى سواها، كيتيمة العقد التي هي وحدها بين النظيم الدر ليس تضاها. يا سلام يا سلام، هي سهلة يا سيدي، هي سهلة لكنما إدراكها كالشب ممتنع بلوغ سناها. بارك الله بك، هي سهل. نعم
لكنما إدراكها كالشمس ممتنع بلوغ ثناها. صعب صعب البلوغ لنور الشمس، صعب يصل الواحد. شعرك أوضح من الوضوح. يلا حياك الله. هي سهلة بنا لو كنا مسلمين، معلش شيء. هي سهلة على السلاف. هي سهلة هي سهلة من الأول. إيه من سهلة إدراكها إيه؟ كالشمس ممتنع بلوغ ثناها. فعلت بنا فعل السلاف، متى على أسماعنا سبط الخليل شداها. عن برافو والله، الله يكتر خيره إن شاء الله. حياك الله. نعم. إذن فعلت بنا فعل السلاف. متى على، يعني عملت فينا مثل الخمر، السلاف الخمر. نعم. هاي ما قل لك لو كنا مسلمين بدك سمح لنا فيها شوي. فعلت بنا فعل السلاف. لا هيدا سلاف يعني خمرة الصوت الإلهي السلفة. حياك الله. نعم. إيه؟ لأن ذكرناها يعني، بس بمعناها أنت الأدرى والأخبر. ما شاء الله عليك. علت نعم. بنا فعل السلاف، متى على أسماعنا سبط الخليل شداها. قال الحضور الكثر كل منهم هذه أجل شهادة تهداها. ما شاء الله عليهم وعليك. ما شاء الله عليهم وعليك فعلا. حيث مصدرها وسحر بيانها أو وقعها الأخاذ أو معناها. إيه؟ ومن الحضور البعض. لا لا رجع للحضور الأولين. سلم فنان جديد. من حيث مصدرها وسحر بيانها أو وقعها الأخاذ أو معناها. ومن الحضور البعض عنها. قال من كل الجهات تعد دكتوراها. والله مبروك عليك ابتداء من هذا اليوم. الله يا بارك. دكتور نور الدين ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك. خلاص قلت له بلغك أنه ابتداء من هذا التاريخ هذا اليوم. الله يبارك فيك. لأنه ربيع ثان ولأنه نيسان. بارك الله فيك يا سيدي. هما معا يباركان لك. أدامك الله. والحاضرون أنا حبيت سمعني إياها من شان قول لماذا قدحت شرار الدكتور أهل الإبداع. شو لك بس علي سلمان. يا الله أهلا وسهلا. أنت متفضلة لينا فيها لحالة بقى. هاي الدكتورة العظيمة. لا لا والدكتورة أيضا سوف تأتيك ونعلقها فوق عين بيت علي بشكل كبير إن شاء الله. الله يخلينا إياك. يا أهلا وسهلا فيك. إيه تفضل. فوددت نشر قصائدي شجعتني والله. من بعدها لتكون كالمصباح في أولاها. يا سلام. ولكي بها تزهو قصائدي. بدها تأخذ عزة هوني. والله والنعم من قصائدك ومن مقصدها. نعم. ولكي بها تزهو على أقرانها وعلى نظائرها بها تتباهى. يا سلام. كقلادة تضفي عليها حلها. وبختمها تعتز أو إمضاها. فعلا بدها تعتز في هذا الإمضاء. بارك الله. أو عوذة، وهذه كمان ما يبعد عنا سيدنا. لا والله مبين صوتك يعني. هلا صدق كل شيء قالوا لي على المرض بدي أقول لهم أنتم كذبتوا علي ذات يوم. والله ما دعتنا أنا. لا فعلا عجيب. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. أو نعم. عوذة من كل ذي عبث وذي حسد تعوذ وتحتمي بحماها. يا رباها يا رباها يا رباها يا رباها. وأعود أختي. هاي تفضلت علينا فيها أنت دائما بتعود إلى الخاتم. نعم. نبدأ ونختم. عظيم. ايه. وأعود أختم ما بدأت مؤكدا لله ذرك كم نصف الله. أحببت أن تسمعوا كما كنت أسمع لتتأثروا معي بقوة هذه الروح اللي كان فيها على ما هو عليه من أحوال وهو يقرأ الشعر. تقريبا ما كان دكتور فراس سلمان، كان دكتور سليمان السليمان، كانوا دكاترة آخرين يسمعون. قال سبحان الله هذا علم العملية بصدره، يعني شيء
عجب شيء لا يصدق.